تدشين خطوط ملاحية عالمية جديدة ستسهم في تحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي من خلال اعتماد ميناء حمد في تصدير المنتجات بدلا من موانئ جبل علي في دبي. هذا ما أكده سعادة وزير المواصلات والاتصالات خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي منتجات وموانئ قطر. أهمية الاستراتيجية تكمن أن بتصدير منتجات بعد ما كانت تصدر من جبل علي راح تصدر من ميناء حمد، فهذه إضافة فعلية. 150 ألف كونتينر راح يصدر في القريب العاجل لجميع موانئ العالم. وبموجب هذه المذكرة ستقوم منتجات بتصدير عدد من شحناتها عن طريق ميناء حمد إلى وجهاتها النهائية المختلفة حول العالم، وستسند إلى موانئ قطر ما همة توفير خدمات شحن وتفريغ الحاويات التابعة لمنتجات من أرصفة الميناء، فضلا عن تسهيل وتطوير خدمات الدعم للحاويات والشاحنات. طبعا هاي بيعطي دفع كبير للميناء، بيكون قوة للتصدير لأول مرة. احنا طبعا تعرفون في الموانئ نعتمد يمكن بشكل 95% على الاستيراد، وغالبا التصدير يكون للحاويات الفارغة، بس اللي لأول مرة انه بيكون تصدير لرقم نتكلم على 500 ألف حاوية في السنة. طبعا إنجاز كبير للميناء في بداية تشغيله في خلال الفترة البسيطة هذه كلها. وفيما يتعلق بصادرات البتروكيماويات، تعد هذه المذكرة خطوة هامة تجاه تعزيز هذه الصادرات من خلال ميناء حمد بطاقة تبلغ 2,200,000 طن متري، ما يمثل 75% من حجم صادرات الحاويات بدولة قطر. استعماله طبعا بدل من جبل علي، لأن اضطرينا أن نعمل هالشيء، ولكن طبعا هاي نفع كبير للميناء وأيضا لنا إحنا ومصانعنا أن يكون عندنا ميناءنا اللي يصدر لجهات بطريقة مباشرة. ومن شأن الخطوط الملاحية الحالية والمستقبلية إتاحة عمليات الشحن المباشر وصولا إلى عملائها البالغ عددهم أكثر من 2,000 عميل في أكثر من 135 دولة بكفاءة وسرعة.